مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم حكايات عن الحصان العربي المصري. الخيل دايما كانت مصدر الهام الشعراء. الشعراء كانوا بيتغنوا بالخيل. المتنبي بيقول: اعز مكان في الدنيا سرج سابح وخيل جليس في الزمان كتاب. ايضا امرؤ القيس، وده بيت الشعر اللي تسبب في وفاته: الخيل والليل والبيداء تعرفني والرمح والسيف والقرطاس والقلم. امرؤ القيس حب يهرب في احد المعارك، فنده عليه الاعداء وقالوا له: يا امرؤ القيس، مش انت اللي بتقول الليل والسيف والبيداء تعرفني؟ فرجع ودخل معهم المعركة وتوفى. أيضا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه له مقولته المشهورة: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. الخيل ده مخلوق رائع جميل، ذكر في القرآن الكريم واهتمت به جميع الديانات السماوية، علشان كده تلاقي عندنا كلنا بالفطرة حب الخيل. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، حلقتنا النهاردة من داخل مزرعة الجبري لتربية الخيول العربية الأصيلة. هنلتقي بالحاج محسن الجبري صاحب المزرعة، وهنتكلم معاه إزاي بدأ تجربته في عالم الخيل، إيه اللي اتعلمه من عالم الخيل، لننقل للسادة المربين الجدد تجربة لها خبرتها، تجربة على مدار عدة سنوات اكتسبت الكثير من الخبرات. عاوزين ننقل للسادة المربين خبرة مزرعة عندها خبرة في هذا المجال ليستفيدوا منها. حاج محسن الجبري، في بداية الحلقة بنرحب بسيادتك. طبعا برحب بيكوا، اهلا وسهلا في مزرعة الجبري. ايه نورتون. في البداية طبعا نور حضرتك يا فندم، واحنا اللي سعدنا باللي شفناه النهاردة من جمال وحب الخيل. طبعا كفاية ان احنا مقضيين اليوم مع حضرتك في حب الخيل. منورنا والله، ربنا يعني يخليك. طبعا احنا بنتشرف بيكم، والقناه طبعا بتجيب حاجات حلوه عن الخيل، والواحد يعني مبسوط ان هو يكون معاك. ربنا يخليك يا حاج محسن. في بدايه حلقتنا كنا عاوزين نعرف من حضرتك ازاي جت هوايه تربيه الخيول عند حضرتك. صدفه. ازاي الصدفه؟ انا طبعا انا بحب الخيل، طبعا كل بيت مصري طبعا بيبقى فيه خيل، يعني مش عاوز اقول لك 90% من البيوت اللي عندنا في القرى وفي المدن، والناس اللي عايشه زينا كده بيبقى عنده خيل، بيحبوا يربوا، العائلات تحب تربي خيل. ولكن احنا كان عندنا خيل، اخويا كان بيربي خيل بتاع ادب وكده، وبعدين جاتني الهوايه. مصطفى ابني كان صغير عنده 7 سنين، هو ما شاء الله دلوقتي عنده 32 سنه. تمام. فابتديت اشتري له خيل عشان الركوب وكده، وانا كنت بركب خيل في الهرم عندنا. وبعدين ابتديت اروح محطة الزهراء واتفرج على الخيل العربي، جذبتني. انا ما كنتش اتخيل ابدا، انا اصلا طبعا انت عارف بشتغل بتاع، كنت بشتغل في المجوهرات وكده، وبعدين ابتديت انجذب ليها بطريقة معينة، بالذات للحاجات الكويسة. يعني ما رحت الزهراء ابتديت اتفرج على الخيل المصري وقريت عنها وكده، ابتديت اخش المزادات. كان زمان المزاد بتعمل بالدولار، فاشتريت فرس اسمها ردهات وروفية وزلفة وزكوات، حاجات كتير قوي يعني. وابتديت أخش في مجال الخيل، وابتديت عندي المزرعة هنا، عملت المزرعة هنا، نقلت كل شغلي من ابتديت هو الولد ما بيروح مدرسته وكده، وأنا في الخيل اتضربت بيها، كأني مثلا زي ما أنا قلت لك أني هورس هوليك، يعني مدمن خيل. فبقيت بالليل خيل والصبح خيل، وخدتك من الاولاد ومن كل حاجه، حاجه غريبه الشكل، سبحان الله ليها حب ربنا حاطط فيها كده خير يعني. وخير بصراحه من ساعه ما ابتديت الخيل وربنا كرمني، فابتديت اربي وبقيت هاوي بقى اقرا عن الخيل. وكان لي اصحابي، انا واصحابي ابتدينا نعمل مزرعه، وابتديت اشوف الخيل اللي طالعه من الهيئه الزراعيه وانقي منها. وبعدين اتجهت ان انا الطلب اللي انا عاوزه ما كانش بصراحه موجود في الهيئه، يعني كون الطلب الوقت ميسر في المزارع، انت بتروح ممكن تنقي من واحد جاب خيل من بره، وبتلاقي اللاين اللي انت عاوزه، اذا كان عبيان، سقلاوي، هدبان، كل الارسان اللي انت تحب تربيها النهارده متاحه في مصر فوق ما انت. وحاجات يعني على الزمن بتاعنا ما كانش فيه الجمال ده كله، لا النهارده المزارع
بقى فيها كم وفيها حاجات حلوه كتير، غير احنا كنا بنتعب بقى نطلع بره عشان تنقي تمشي 3 4000 كيلو عشان تجيب فرسه حلوه. يعني ما اغلبيه فرساتي انا اللي انتجت معايا جبتها من بره، وانتجت ما شاء الله من خيل هيئه زراعيه يعني. وابتديت اخش بقى مهرجانات، واولادي يحبوا الخيل لا لا قصه موضوع تاني بتاع الخيل ده، الواحد يعني عاوز سنين عشان يفضل يحكي يحكي. غيرت حياه الواحد خالص. حضرتك ودخلت على فكره ناس كتير يعني ما شاء الله، كل اصحابي اللي كانوا بيجوني يقعدوا معايا هنا النهارده بقى انا لو اقول لك منهم واحد واثنين وثلاثه واربعه يعني حوالي 12 واحد بقى عندهم 12 مزرعه. حضرتك اشتغلت مع الخيل بنظريه الجواهرجي. اه تمام. اه والله. وكان اقتناعك ليها بنظريه الجواهرجي اللي بيدور على حاجه اللي معينة. بيدور على حاجه حلوه. اه انا معين. في الاول ابتديت اكتشف ان في خيل يعني اللي بيطلع مش على المستوى اللي انت عاوزه، فابتديت اروح بره واتعلم المهرجانات واقرا عن الخيل كويس وعن الارسام المصريه، واذا ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، فابتديت ادور على حاجات انا بحبها يعني، انا بحب الجمال وكده. وابتديت انتج بقى، كانت اول واحده يعني اشتريت حصان فرسه اسمها بنت نوران الاول، فجابت لي فرسه اسمها غزالة الجبري. تمام. ابتدت الفرس دي تديني، كانت عندها حركة بديعة، فابتدت تخش مهرجانات وتنافس وكسبت بطولات كتيرة قوي. فهي دي من الفرسات اللي حببتني ازاي اكون ابتدي انتج حاجة للمهرجان نفسه يعني. بدور ان انا اركب تركيبة ان تكون الشكل معين، وانا من النوع اللي بحب الحركة قوي. حاج محسن قول لنا خلاصة رحلتك في البحث عن الانتاج المتميز في عالم الخيل. هي الخيل عاوز الصبر، كل ما انت ما لسه 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 طول ما في عمر، انت خلي بالك انت يعني ما فيش حد جاب من الاخر لسه يعني، ولا احنا عندنا طبعا مربين ما شاء الله في مصر والواحد بيفتخر بيهم، ولكن الخيل علمتني الصبر يعني. كل وقت بنشوف حاجات تانية يعني، مهما تدور على الخيل لسه انت عاوز تعمل حاجة تانية يعني، ما عندكش اقتناع يعني. انا عندي مثلا ما شاء الله عدد كبير، ولو عجبتني حاجه عندي استعداد اشتريها. تمام. يعني الخيل موضوع ما صعب قوي. ما عندكش اقتناع، ما عندكش اقتناع بايه بالظبط؟ بان انا جبت من الاخر. تمام. عارف يعني ايه؟ اذا يعني 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 بمعنى انك انت مهما تقول ان انا لا، انا 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 بالنسبه للمربين لا، في ناس عندها حاجات حلوه، ولكن انا مش بقول على نفسي الانتاج بتاعي كويس طبعا، بس التميز الانسان عاوز يتميز اكتر واكتر واكتر طبعا. ده معناه ان انت راسم صوره حصان معين في دماغك عاوز توصل له. عاوزين الحصان اللي كان في الصور زمان. ايه الحصان المعين؟ حصان يكون جسمه قوي برقبه، وكمان حصان في الركوب يكون. انا عندي نوعيه دي من الطلاي، عندي حصان ما شاء الله تحس انه في كمال، ولكن الكمال لله وحده. انت صعب جدا انك ساعات تلاقي بيطلع لك حصان كويس يجي له مشكله في رجله، تبص تلاقي حصان كويس عنده مشكله في رقبته، عنده مشكله في العين. التركيبه عاوزه وقت، عشان يعني لازم من جيل واثنين وثلاثه. محدش الناس النهارده ما عندها الصبر. مربي لسه جديد بياخد حصان وتبص تلاقيه يروح يطلق حصان معين يقول لك ده انا خلاص انا بقيت احسن واحد منتج في مصر. وانا والواحد طبعا بيسمع الكلام ده بيطلع من هنا وخش من هنا. التجربه صبر. صبر، وتحتاج الى مال. خبرات، سنوات متراكمه، اهم حاجه عشق وفن. اهم حاجه يكون وحب. انت لازم تحب الخيل. اهم حاجه المربي يعرف هو عاوز ايه، من عاوز ايه من الحاجه اللي بيربيها دي. ازاي المربي يعرف هو عاوز ايه؟ كتير قوي بيقابلونا هم مش عارفين هم عاوزين ايه. عشان انت ما بتعيش مع الحصان بتاعك، لازم تعيش معاه. انت 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 بتربي حصان ليه؟ ساعات في ناس بتربي عاوزه تروح بيها السبق، وانا بربي عشان الجمال وعشان احافظ على الـ على الـ على الحصان المصري. ولكن في ناس مش فاهمه هي عاوزه تربي الحصان ده ليه. لا، انت لازم تربي الحصان انت عاوز منه ايه، نفسه عاوز الشكل يكون عامل ازاي يعني. الشكل طبعا ده بتاع ربنا. بس انت مثلا لما يكون عندك حصان فيه مشكله ما تزودش المشكله، وتكون عندك مثلا
حصان فيه سرجان فيه، ما تفضلش تديه الخيل عشان دي الجينات الوراثيه هيورثها ويكون عندك مشكله في الرجل طبعا. لا انت تحاول تحسن وتبعد السلالات عن بعضيها. وساعات في ناس بتحب تعمل، يعني انا بشوف ناس بتعمل امبريد 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 لحد بتخلي الخيل تبقى زي السيس. تمام. مشاكل. الطي مشهوره، فرصه جميله رائعه حضرتك اشتريتها. تمام. اشتريتها من الانتاج المميز معها من 2003 اشتريتها، وما شاء الله عندي منها عيله، هي ترجع لعيله ملاكة. عندي حوالي ممكن تقول 25 منها. تمام. فرس واحد. بسم الله ما شاء الله. عامل نظريه ان المربي من فرسه واحده يعمل مزرعه. يعمل مزرعه بالصبر. عندي ثلاث بنات منها ما شاء الله، والبنات عندهم بنات، وعندي منها طلايق وعندي كده. الفرسه فرسه كويسه، هي استبل. تمام. فرسه تعمل لك كل اللي انت عاوزه، بس انت عاوز ايه؟ هو دي. تمام. المشكله النهارده المربي بتاعنا عاوز يجي ياخد، المربي الجديد عاوز يجي ياخد وش القفص زي ما بيقولوا. لا ما ينفعش، انت لازم عشان تكون مربي، معنى كلمه مربي انك منتج، تنتج حاجة كويسة، تدور الحصان الكويس فين وتروح تطلقه، سواء بتاعك أو بتاع غيرك، وتبتدي تطلق وتحسن السلالات، ولازم يكون حاجة من عندك أنت. ليك صورة مشهورة بأربع فرسات. تقريبا الطي مشهورة وكوين نيفر. وكوين نيفر وكوين نيفر أربع فرسات ابتديت بيهم. الرابعة حلاوة صح. حلاوة صح. حلاوة صح. حلاوة بنت أنصاتها حلوة. و وتلسبيريال. لا لا لا، حلاوه امبريال مدوري ما شاء الله، كان حصان كويس. تمام. إيه الاربع فرسات دولت، هل هم المؤسسين لمزرعه الجبري؟ من المؤسسين لمزرعه الجبري. تمام. مؤسسين قوي كمان، بالاضافه لمجموعه من الهيئه الزراعيه. لا انا بحب، كنت صلاح الدين عندي منه ثلاث فرسات. تمام. مع فرسات الهيئه الزراعيه. عندي حاجات كويسه. واخد من الزهره. لا واخد زياده. عندي عيله زياده وعيله منجومه، اللي يعني عندي حاجات كويسه من الهيئه الزراعيه. تمام. وكان عندي فرسه زعلت عليها زمان، بنت تي، الوحيد اللي خد واحده من تي بالصدفه كده. تمام. انا كنت في مزاد، وبعدين عجبتني فرسه اسمها بشاشه، كانت مهره صغيره. تمام. وطالعه، كنت اول من تاني مزاد احضره، وكانت برقم، ف عجبتني خدتها وابتديت اربيها. وبعدين دي اللي اشتريتها تقريبا حد من الكويت، من حضرتك؟ لحد ما جاتني الشيخه ساره وخدتها. فضلت عملت لي مناحه لحد ما خدتها. تمام. يعني مش اشتريتها هي كان في يعني علاقات طيبه. كانت علاقاتنا وهي ست محترمه والله يبارك، عملت عيله في الكويت ما شاء الله، وعملت اسم لمصر كويس قوي. تمام. هي الفرصه دي، ودي علمتني ان انا ما بحش اي حاجه الا لازم يكون عندي منها. تمام. دي ده درس من ضمن الدروس اللي انا اتعلمته، ان هي جت خدت الفرصه وقالت لي انا هديك بنت منها، وصممت، قعدت حوالي شهر في مصر، وبعد ما خدتها ما خدتش منها حاجه. ايه الدرس الثاني اللي انت اتعلمته في عالم الخيل؟ لا دروس كتير. اتعلمت ان انا لازم اطلع الابطال من عندي من المزرعه، يعني ان انا عمري ما اشتريت فرسه كسبانه. وبدي نصيحه للمربيين ان ما يحاولش يشتري اي حاجه تكون كسبانه، لان النتائج خداعه في المهرجانات. لازم قبل ما يشتري حاجه ما يدورش ان هو يعني ان يشتري بطل، ممكن البطل ده مخشوش، لازم يشتري وما يشتريش انا بقول للمربيين نصيحه من اخ اكبر ليكم، ما تشتريش حاجه على النت ابدا ابدا ابدا. طب بنشوف هناك بعض المربين ان لما بيجي يعمل انتاج بيعمله على الورق، يجيب شهاده ده شهاده ده وده مين وده مين، ويطلع لك عائلات. هل الانتاج المميز في الشهاده ام في الانتاج وجمال الحصان وجسم الحصان؟ لا لازم يشوف الحصان الفرسه بتاعته ايه هو عاوز منها، زي ما اتكلمنا، وهي طالبه جسمها عامل ازاي، يكون عندها مثلا ممكن فرس كفالها مخطوف شويه، ممكن عندها مشكله في الرقبه، عندها عين صغيره، لازم يدور ويديها حصان. انا عن نفسي انا كل ما ببعد بيكون احسن، يعني المزارع بقى فيها مشاكل كتير قوي قوي من 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 الناس اللي بتعمل تفكيرات، عاوز واحد يقول لك اقلد الدكتور ناجل ويفضل يعمل امبريدو. لا الموضوع ده انا عندي المزرعه مفتوحه، انا ممكن ادي حصان
غريب بالشكل. وانا النهارده بستخدم حصان امه من الهيئه اللي هي زبديه بنت زاده وبيدون على 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 واحد على فرسه من اولاد مثلا هو ابن جميل الريان المهر، فبستخدمه على كل الحاجات اللي انتجت مع جميل الريان وبيديني احسن والله. تمام. يعني حاج محسن، الرعايه اليوميه في مزرعه الجبر، هنطلع نشوف التقرير التالي، هنشوف عم فاروق بيعمل ايه كل يوم في مزرعه الجبري لتربيه الخيول العربيه الاصيله، ونرجع نكمل حلقتنا مع حضرتك. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، هنشوف التقرير التالي عن الرعايه اليوميه للحصان، وراجعين مكملين حلقتنا معاكم. خليكم معانا، ما تروحوش في حته تانيه. اول شغل لينا الصبح الساعه 6، بنصحي الصف اللي معايا، بنقوم نمسك البوكسات ننضفها، بعد كده بنروح داخلين على نظافه الحصان، نمسك الحصان بالفرشه والمكرشه والفوطه، بنطوق طبعا الحصان بعد ما نخلص المكرشه والفرشه، بنمسك الحصان بفوطه مبلوله ونروح مطوقينه، بعد ما بنطوقه بنروح حاطين لهم اللي هي الوجبه العليقه بتاع الصبحيه مكونه من برسيم، بعد كده بنروحوا مريحين، الاصطاد بتاعي بيريح لحد الساعه 12، ويقوم يسقي الخيل، ونروح مدين عليقه اللي هي ادريس نوع تاني برسيم، يعني بندي الصبح برسيم والظهر الساعه 12 كده بندي نوع اسمه ادريس، وبعد كده بنروح مريحين، نقوم الساعه 2 ننضف البوكسات ونسقي الخيل، ونروح مدينهم اللي هو الوجبة الثالثة بتاع الشعير لحد مثلا الساعة 3:30، بنبدأ بقى نقوم نشغل الخيل اللي هي اللي بنوديها الشو، وفي خيل تانية بنريح مثلا يوم الخيل بتاع الشو، ونشغل اليوم اللي هي المزرعة في خيل في المزرعة بنشغلها، لازم نشغلها. فشغل الخيل ده يعني حاجة أساسية عندنا. بعد ما نخلص شغل الخيل بنروح جايين ساقيين الخيل حوالي الساعة 6، ونديهم وجبة عليقة مكونة من شعير وحبة البركة وخميرة، وبنحط شوية ملح كده على العليقة، بعد كده الخيل بتريح الساعة 8 بالليل بيشربوا، وبندي وجبة دريس الساعة 8 بالليل. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، رجعنا لكم من التقرير ومكملين حلقتنا معاكم. حاج محسن، احنا شفنا في التقرير عم فاروق وبرنامج الرعايه اليومي، ازاي بيقدم العليقه ادريس، ازاي ان هو شغال بصفه مستمره مع الخيل، المقراشه، البوكسات، الكلام ده كله. هل المزرعه بتحتاج الموضوع ده بصفه مستمره كل يوم؟ في طمار وفي تريض طبعا. من بدايه البوكس لازم يكون في البوكس بتاع الحصان، لازم يكون في تهويه كويسه اولا، زي ما انت شايف كده، انا حتى البوكسات الجديده كلها تهويه وكده، عشان انا طبعا وفي عزل طبعا، انا ما دخلش حد البوكسات. ولازم الصبح برنامج بيتعمل كل يوم، ان يصحى العمال تصحى الصبح، لازم يطلوا على الخيل كويس، عندنا بالليل رعايه طبعا بالليل الاول، وبعدين يصحوا الصبح يشوفوا البوكسات نظيفه ولا لا، يبتدوا يتمروا في الخيل وتطلع، والقوط تتنظف بتاعتها وتفرش فرشه جديده، لو في حصان هياخد دش ويستحمى ولا حاجه طبعا نفس الحكايه، عندنا دش مخصص للخيل، وبعدين يبتدي يديلهم الفطار بتاعهم. الخيل بتكون بايته بره في الصيف طبعا، كل الخيل بتكون بره في الصيف، بيخشوا ساعه بعد الفجر بشويه، وبعدين يبتدي يفطر، يدي له العليقه بتاعته اللي هي بتكون الاول، لو عندنا برسيم بندي له برسيم ودريس، وبعد كده في عليقه بتاعه الدهريه اللي هي بتكون من شعير وحوالي علبه شعير، وعليها احنا بندي خميره بير عشان المعده وكده، وحبه البركه دي لازم، انا بحبها من زمان قوي، اتعلمت ان انا احط حبه البركه معاها، ولو في خيل والدة ليها طبعا عليها تانية بنديها شوية درع مع الردة شوية، وطبعا لو في خيل بتتدرب بتطلع
تاخد لونش العصرية مرة أو بتتدرب الصبح تبع البرنامج اللي حطه المدرب بتاع وفي حاجة للوقفة. الخيل اللي هي بتاع المهرجان بتبقى معمول لها برنامج لوحديها، والخيل الأمهات بتبقى وده أكل وده أكل. كل وأهم حاجة في التمار لازم المكرشة، لازم الحصان يتكرش مرة واثنين في اليوم، دي تمام. أهم من الأكل. تعلمنا إحنا إن لازم تنظف الحصان كويس بالمكرشة، مكرشة الحديد، لأن المكرشة دي بتفوق الحصان وتطلع الشعر اللي ميت، تطلع الرملاية اللي جوانية اللي في الحصان، دي مهمة جدا جدا جدا. وبتبقى بمثابة مساج. زي المساج بتاع الحصان، بس هي طبعا مهمة جدا، لأن الخيل يعني أغلبتها بتبقى مثلا بتتمرغ وكده، وما بيطلعش الرملاية من الحصان إلا الحديدة. حاج محسن ليه قصة جميلة مع الحصان جميل الريان. موضوع تاني وحضرتك بعينيك كنت قناص، شفت الحصان ده انه هو مهر صغير وتنبأت له بمستقبل واعد، وفعلا الحصان حقق شهرة ليس في مصر بس بل على مستوى العالم. ممكن تحكي لنا قصتك مع الحصان؟ من طبيعتي انا بحب التلاي قوي، يعني تلاقيني ممكن لما اروح مكان اشبط في حصان ما اشبطش في فرسة، لان انا تعودت ان الحصان الاستابل الكويس لازم يكون فيه فرسات كويسة، لازم يكون في طلوقة كويسة، وتعودنا ان احنا انا بطلق من عندي على طول. ولكن لما رحت انا كنت في زيارة طبعا بعد ما خلصت البرنامج بتاع جميل صقر، كنت بدور على 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 حاجة تانية ادخلها، فروحت قطر واتفرجت، كان الشيخ عبد العزيز صديقي ربنا يمسيه بكل خير، اتفرجت على جميل الريان وكذا حاجة وعجبني، لان امه فرسه حلوه قوي 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 دانه، وهو يرجع لبكره فاميلي، فعجبتني وكان عينها حلوه، طلت ليها الاول وبعدين دورت عندها انتاج، عرفت ان عندها ذكر اسمه جميل كان صغير، فابتديت اتفرج عليه وكده، وياخدوني من ده لده، المهم انا شبطان فيه. فكان قصه كده، جبت واحد صاحبي يساعدني، لقيته بيقول للشيخ عبد العزيز لا، واني انت بعت فلان ورجحته، المهم طلع بعد كده في الليستة برقم عالمي، رقم خرافي، انا ما صدقتش ان انا مثلا. فحكيت القصه لاحمد صاحبي احمد تلاوي، طبعا اخويا هو بيسمع الكلام على طول، فاتفقنا ورحنا ما شاء الله ربنا وفقنا وجبنا الحصان. لما جه الحصان كانت الرقبه تقيله وما عجبش حد في مصر، كلهم بقى يعيبوا يقول لك اشتريت القطر واشتريت الترماي وزعلونا وده مش. وبعدين ابتدى مثلا اول اوف سبرينج، يعني اول انتاج يطلع للحصان، لقيت مصر كلها اتقلبت ما شاء الله، ابتدى الحصان ينتج، جاب وصفيه وكنز البيداء وبشاشه وامينه، ودي اخر اوريك اخر حاجات من الانتاج وحاجه تفرح، ابتدى الحصان يسمى على مستوى العالم. فما شاء الله ابتدى كل الناس بقاله 7 سنين او 6 سنين مشي وهو بياخد بيست ستاليان في مصر، وانا شايف ان ده مش هيتغير لمده سنه واثنين وثلاثه. دي اخر انتاجات جميل الريان، هفرجك واحده اهي ما شاء الله امينه، 3 بطولات ما شاء الله، من احسن الخيول الموجوده على الساحه في مصر، طبعا مش ممكن نستغنى عنها، يعني حاجات فيها ما شاء الله، يعني عادي جميل الريان كان بيحول تدي له اي حاجه بيحولها ما شاء الله. ما دام بنتكلم عن امينه، هل ممكن المربي من فرسه واحده ياسس مزرعه؟ طبعا، انت شفت اولاد الطاي مشهوره وهي عملت عيله ما شاء الله، انا عندي البيوت كل بيت عامل كل فرسه عامله عيله معينه، وما اقدرش استغنى، انا اتعلمت من الاول ان الفرسه هي الاستابل، فرسه واحده تعمل لك استابل، يعني مش بكثره الخيل، ركز ونقي الطلوقه الكويسه للفرسه بتاعتك وتنتج، ممكن الحصان ما يجيبش معاك اول مره، تاني مرة تجيب، ولازم تشوف الحصان ده بيدي ايه الجينات بتاعته متركزة فين، في الدماغ في الجسم في لا كل حاجة وليها، يعني انا عندي خيل لما الناس بتشوفها ساعات ما بتركزش فيها، ولكن انا عن نفسي يعني متوقع لكام ذكر عندي هيبقوا حاجة مش ليا بس والله العظيم لمصر كلها، يعني انا بحب نفسي ان انا بنتج حاجة ليا وللاجيال اللي جايه، لان احنا الحمد لله الواحد تشبع بالخيل، ولكن انا نفسي انتج حاجات لمصر وتنافس على مستوى العالم، وان شاء الله ده اللي انا شايف الفتره اللي احنا فيها دي حاصل، يعني انا ركزت
في السنتين اللي فاتوا دول مش في الشهات ابتديت اركز في الانتاج قوي وما شاء الله عندي انتاج. انا شايف ان الانتاج بتاعي مميز. مش هقول لك احسن من الناس، لا، الناس عندها خيل كويسه وكل حاجه، ولكن ما شاء الله احنا عندنا طفره في المزارع في مصر يعني ما حصلتش في التاريخ. حضرتك ازاي المربي يتعرف عن عيوب خيله قبل ما الاخرين يقولوا له انت عندك عيب في خيله؟ ده هو لو هو صادق مع نفسه، لازم اولا يكون مربي صادق مع نفسه ومش مش مش بيحب يجامل وما بيجاملش خيله. لا، انت تشوف العيوب بتاعتك الاول، اذا كان الرقبه عاوزه تطول شويه، عنده رقبه مقلوبه، عنده عين صغيره، يعني احنا مهم قوي. انا بالنسبه لي كمان انا بركز على حبيت العين، على حبيت الودان، يعني لا الواحد دي الحاجات دي مهمه جدا في ولكن انت بتشوف الحصان ده بيدي ايه ميزاته وده عيوبه ايه، وبتبتدي تشتغل على الحاجات دي. تمام. يعني الناس ما بتشتغلش احتباطا كده، يعني انا قلت لك قبل كده ان انا حتى بحب الحصان عنده حريه اكتر، يعني شوف بحب اشيل الراس تعمل كده. تمام. يعني شايف بسم الله ما شاء الله واضح ان في علاقه حب بينا. كل الخيل بتاعتي ما شاء الله عندي علاقه معاها، مش عاوز اقول لك الحمد لله والله العظيم. انا بحب الخيل اكتر من على فكره. عماله تدور على خدك علشان تبوسك. ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يبارك. والله الحمد لله. في الفتره الاخيره مجموعه من المربين المبتدئين دخلوا مجال الخيل وبيطمحوا ان هم يعملوا انتاج عالي ينافسوا بيه الى العالم. مش الفلوس ما بتعملش بيه. الفلوس ما بتعملش اي حاجه، لازم ما بنتكلمش على الفلوس. احنا بنتكلم ان المربي الجديد ازاي لازم يتعلم الاول ويقرا كويس وتاريخ. لازم يقرا عن الخيل الاول ويبتدي يتعلم يقرا، مش ياخد هو انا شايف ناس كتيره بتاخد الخيل دي كماليات الوقت. لا، الخيل عمرها ما كانت كاملية. الخيل حاجة من عند ربنا، ربنا بيوهبها وبيديها لنا وهي بتدعي لنا وبنحبها. انت قول لي ليه الناس بتحب الخيل؟ تمام. تقدر تقول لي سبب ليه الناس بتدفع فلوس؟ ليه الناس بتشتري الخيل؟ حب اتحط من عند ربنا. من عند ربنا طبعا. فلازم انت ذات نفسك، انت في ناس تشتري الخيل وما بينزلش يشوف. انا ما اقدرش، لازم يومي انا بنزل ساعات اكون في المطار وارجع قبل ما اروح اشوف ولادي، والله العظيم ان انا باجي اشوف الاستابل بتاعي. تمام. ما هو حب وعيش هنا بقى هنا اساس النجاح. مش لكن واحد يروح يشتري فرسه ويركنها لي في حته ما عندوش استابل بيوديها مكان وتبص لاقي عنده 15 حصان وعاوز يعمله زي الفراخ ولا لا. تمام. انت حضرتك بتحب الطلايق ودايما بتبحث عن الذكور. قول لي نصيحتك للمربي ازاي يشتري الطلوقه الجيد. من ام تكون نمره واحد، لازم الام تكون جميله جدا جدا. مش اهم حاجه الاب يكون جميل، اهم حاجه الام. يعني الوعاء بتاع يعني انا الام طبعا عليها عامل كبير والتوريث بعد كده. يعني ما يكونش حصان عنده مشاكل في الرجلين في يعني ياما حصان ياما خيل كتيره جت مصر. انا شفت خيل كتيره جت مصر وطلعت من مصر كانها ولم تكن ولا، ومش عاوز اعدد لك واقول لك اسامي. لا، في خيل جت مصر اثرت واسست وكلها خيلنا المصري اللي هي اللي احنا بنحبها. يعني انا شايف اني كمان انا من النوع اللي بدور على الشكل وعمري ما كنت ببحث عن شهاده ولا ايه. الفرسه اللي شدت قلبك واول ما شفتها قلت لازم اشتريها؟ لا، خيل كتير يعني في هموم كده وقلت لازم اشتريها وفعلا اشتريتها. كانت مين؟ دي شوسيما من صلاح الدين وورد شاه. عاوز ارجع فرسه والحمد لله ربنا وفقني وخدت بيها جايزه احسن بريدر في اوروبا. يعني صاحبها اللي كان مربي الورد شاه اللي هي ترجع لاديب وصفيه عطاني انا الجايزه بعد ما هو خد جايزه ده لي هديه لان انا انتجت منه الفرسه احسن منه ما شاء الله. اسمه راجل محترم يعني. لا حاج محسن، انت دايما بتتعامل مع الناس بوضوح وصفاء ونقاء، ولكن هل ان الناس فعلا كلهم بيستوعبوا الكلام ده؟ يعني والله انا بدي النصيحه لوجه الله. انا فاكر ان انت مره بعت احد الفرسات لاحد المربين ب 170 الف جنيه ورجعها وبعدها بسنتين اشتراها ب 500 واشترى بنتها مش عارف بكام سعرها. ده اللي هنا ما التاريخ بيتغير. ما انت تابع الانتاج يعني عندك انتاج كويس
يعني انا بصراحة عمري ما تخيل ان كان يبقى عندي العدد الخيل ده. انا النهاردة يعني مش عاوز اقول لك الخيل في مصر واقعة شوية، ولكن انا مش بدور ان انا ابيع، انا بدور ان انا انتج واحافظ على الخيل بتاعتي والتميز. ولكن والله ما انا بجيب فلوس من شغلي واحطها هنا في المصحف الشريف. ربنا يعينك على الخيل يا عم الحاج محسن. شوف في حلاوه اكتر من في حاجه طبعا ارتباط الانسان بالحصان بتاعه وحب الدنيا كلها. اسمها امينه ما شاء الله، امينه من جميل الريان، واخده 3 بطولات. تمام. عندها 2 سنين واخده بطوله الهيئه، بطوله المربيين، ما شاء الله من الفرسات الواعده. ان شاء الله يعني ليها مستقبل واعد وربنا يحميها بامر الله تعالى، ونشوف منها يميز يضيف. لا انا بحب كمان فرسات الهيئه، يعني انا كنت باخد فرسات الهيئه واحمل منها. انا عندي طلوقه النهارده من الهيئه، يعني امه من الهيئه ودخل عليه دم وبيديني حاجات مستويات انا وريتك بره مستويات جدا. الناس لازم تركز، خيل الهيئه خيلنا، لازم نرجع للدم بتاعنا والخيل بتاعتنا اللي هي القديم. انا بدور على الحركه في الاول وافضل اشوف، اذا ما كانش الحصان فيه موشن وحركه ما يعجبنيش يا سعيد. ايه اصعب فرس؟ علاقه حب ما شاء الله وعيش انتجت منها؟ والله كتير. انا كنت واخد كوين نيفر تديني اللي انا عاوزه، بس في الاخر ما شاء الله ذكر هيبقى عالمي ان شاء الله. ان شاء الله من حصان عندي يرجع لحليم شاه. ده اعتمد على محاولات والله العظيم، بطلائق مختلفه. والله محاولات وطلائق مختلفه، بس الحمد لله انا عندي ما شاء الله مره واثنين، يعني البيوت عندي ما شاء الله كويس. انا متعدد في هتلاقي عندي حاجات كتير، واستخدام خبرة المربي دايما بتعمل فرق في الانتاج. وتعلمنا من الناس اللي قبلينا، الناس برضو تعبت في خيلها، في مرابط كويسة في مصر ومش واخدة حقها، يعني مرابط كتير. ايه الحاجة اللي انت بتحبها في الحصان؟ بتعشق ايه في الحصان؟ زي ما انت شايف الحب كده، الود، وفي والله العظيم الحصان وفي. يعني انا عمري في حياتي ما فرسه حاولت تضربني. تمام. يعني انا عندي حكايه كده، كان ابن عمي معايا وعنده فرسه، وبعدين دخل وساب البوكس، فكان اشترى واحده تانية وبقى يروح للتانية وما يروحلهاش. وهو طالع راح اتعضف من الغيره، يعني بقت غيره من التانية. تمام. دي تحارب عليك. يعني انا كمان شفت ان انا مثلا لما بسيبهم في الطروحات، انا ممكن اوريك، لما سايبهم في المناش الفرس الكبيرة هي المعلمة بتاع المنيش. تمام. بص عندهم دنيا تانية الخيل. عالم له ذكاء وحب. والله عالم تاني. حتى سبحان الله. الوقت الفروسية يا سعيد انا قلت لك يعني صعب انك تلاقي فارس، يعني كلمة فارس دي ليها معنى كبير قوي. المولى عز وجل في كتابه الحكيم لما ذكر الحاجات اللي الانسان بيحبها وضع الخيل منها، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات والخيل. من النساء والبني من النساء والأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. فالخيل وضعها من المراتب الأولى لحب الإنسان. أنا بقى لنا قد إيه؟ مش عاوزة تمشي. طبعا علاقة حب ما شاء الله وعش والله. وبنرب انا من الوقت ابتديت. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم من الفاصل ومكملين حلقتنا معاكم. الحاج محسن الجبري بنجدد التحيه بحضرتك. يا مرحب، منورنا النهارده. الله يخليك. والله منورنا، والواحد مبسوط جدا ان انتم موجودين معانا. ربنا يخليك، ده من نورك وكرمك يا عم الحاج. يا مرحب. الحاج محسن الجبري صاحب مزرعه الجبري للخيول العربيه الاصيله. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الانتاج المتميز والخبره في التربيه. في النهايه انت حضرتك بتشارك بخيلك في بطولات طبعا، فبيبقى في ثمار للانتاج المميز في حصد الجوائز بالبطولات، وبدخل السعاده والسرور على النفس. وفي الاول والاخر الواحد بيبص ايه لرمزيه الجائزه، حاجه ان انا اخدت كذا نتيجه. والله في الفتره الاخيره دي انا كانت في الهيئة الزراعية من حوالي 17 سنة. تمام. بفرسة كانت عندي اسمها نازلي. نازلي. بنت أخطر. ده فرسة هيئة. واشتريت واحدة هيئة تاني ما شاء الله كان اسمها
كانت ترجع لقمر وكسبت بيها، كنت شريتها كان في زمان كان المزاد بالدولار في الهيئه وزيدت عليها بالدولار وخدتها ونزلتها الهيئه وكسبت المهرجان بتاع الهيئه، وكان ماتش كانت بنت عدل ورولا تمام، وانتجت عندي انا مازال لسه عندي من ولادها لحد دلوقتي. انا لما ابتديت اخد خيل يعني الخيل ليه عندي موضوع كبير قوي، يعني خدتني من ولادي ومن اهلي ومن كل من الدنيا كلها، بقى احنا عاملين زي يعني الناس بتقول عليها هورس هوليك يعني مدمن خيل. فدي حاجه طبعا الحمد لله، ده انا مبسوط جدا اللي انا اتحولت بالطريقه دي. ما كنتش الاول ما كانش ليا في الخيل خالص، فابتديت كل اي حاجه اسهل حاجه انك تطرح بفلوس خيل، حاجه سبحان الله كده ربنا حببني في الخيل وحبب الخيل فيا، بقيت ادفع الفلوس طبيعي جدا جدا. لو تقول لي مثلا تعال اشتري معاك احدث عربيه اقول لك لا انا ممكن اشتري بفلوس فرصه. الخيل اصحابها معنون عليه والمنفق عليها قد باسط يده الصدق. اي حديث اتقال عن الخيل انا بثق فيه جدا جدا وانا جربته. يعني ايه تاني بطوله حضرتك شاركت فيها؟ لا انا شاركت بقى في بطولات كتير، انا خدت حوالي 500 جايزه. بسم الله ما شاء الله. يعني ما شاء الله انا جميع بطولات مصر من 20 سنه لحد وانت جاي كده، انا ما شاء الله اي بطوله اشتركت فيها خدت يا بطل يا وصيف يا ما شاء الله، كنت باخد بطولتين. في الانتاج الكويس هو اللي بيخليك يعني تعلمنا ان لازم الاستبل كويس يكون فيه طلوقه كويس. تمام. انا عندي جيل واثنين وثلاثه، النهارده عندي مثلا انا داخل في خمس اجيال زي ما وريتك كده. انا يعني ما شاء الله عندي فرس اشتريتها مثلا النهارده عندي من انتاجها، يعني الاستابل كويس فرسه اتعلمنا من الناس القديمه كده، يعني انك انت لو عندك فرس كويس تعتبر عندك استابل زي ما شفنا في الجزء الثاني من حلقتنا. الطاي مشهوره وانتاجها جيل الرابع عندها 17 ما شاء الله، بسم الله بسم عندها الله. بنتين والبنتين ثلاث بنات وثلاث بنات عندهم اولاد وطلايق منهم وبنتها عندها اربع بنات كده. هي اللي يفهم في الخيل لازم يربي كويس ولازم يربي من عوائل كويس ويشوف عيوب خيله فين، اهم حاجه انك تشوف عيوب خيلك الاول. سعد بن ابي وقاص في جزئيه فرسه واحده تعمل اسطبل، سيدنا سعد بن ابي وقاص ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله قال له احب المال واوفر واقصر، فقال له مهره ماموره او سكه ماموره. المهره الماموره مهره يذبحها مهره في بطنها مهره، ما شاء فلما الله. نيجي نشوف الطاي كليلة الطاي مشهورة. حضرتك كنت اشتريت الطاي مشهورة عشار؟ اشتريتها عشار من انصار سلمان وجابت لي بنت، وبعد كده طلعت عليها حصان بتاعي جميل صقر جابت بنت، وبعدين طلعت عليها جميل ريان عندها بنت وبناتها بقى ما شاء الله انتاج وفير. عندي منها ما شاء الله حوالي يعني العيلة بتاعتها حوالي 20-25 من فرصة واحدة، لان انا لما رحت امريكا وشفت الاستبلات الكبيره كنت بشوف فرسه هي عامله الاستبل. يعني انا اغلبيه خيلي كمان يعني كل بحب انا اللاين اللي يرجع لبنت بكره، لان في طيب انا اصلا بشتغل بتاع كنت بشتغل بتاع ذهب مجوهرات، فتعلمت ان انا انقي الحاجه الحلوه، ولذلك الشغلانه دي المجوهرات حببتني في الخيل، ان انت تكون عندك نظريه يعني تعرف في تسقل الجواهر. يعني انا بعتبر الخيل بتاعتي زي المجوهرات بالظبط. في جزئيه اثقال الجواهر، الحصان اللي طالع يشارك في بطوله او مسابقه كانه جوهره بالظبط، فازاي ان الواحد يلمعها ويظبطها ليظهر اجمل ما عنده؟ لازم تعد الحصان كويس. ازاي بيتم اعداده كويس؟ زي انت لعيب الكوره النهارده لما تسيبه وما بتدربوش وكده بيعمل كرش لا النهارده الحصان اللي طالع من صغره لازم تبتدي تديله بعد سنه بتديله لونشات وكده، يا اما هو صغير بتسيبه فري وبعدين تبتدي تشغل فيه وواحد يعلمه ازاي يقف واكل معين يعني الحصان. انا شايف ان ال 50% الكونديشن تعمل لك حصان كويس، يعني ممكن معاك حاجه جميله جدا وما عندهاش كونديشن هينزل بقى هزيله، لكن الحصان اللي بيتحرك طبعا بيتحرك ولكن عاوز كونديشن. لو انت كمان رجعت من المهرجان وما خدتش بالك في حصانك، يعني سن حصانك ممكن الحكم مش موفق او انت هو مش موفق النهارده وخد مركز خامس ما تسيبوش، ارجع واشتغل عليه تاني ياخد تاني وتالت
وفي الاول انا شفنا خيل كتيره. انا اول فرسه عملت معاها بطولات ما شاء الله عندي غزاله الجبل، خدت ضربت ماجوره بطله العالم، كان عندنا الانترناشونال بتاع الهيئه الزراعيه، وكانت هي وماجوره في كلاس واحد، كسبت البطوله بتاع الانترناشونال على احسن خيل في العالم. بعديها الفرسه ماجوره مشيت من هنا بتاع الخلديه، راحت خدت بطوله العالم في باريس، وهي الفرسه بتاعتنا كسبتها هنا ما شاء الله. عم الحاج محسن، عاوز اعرف منك كده تفصيلا، ان انت ومجموعه مربين كنتوا في قاعده قررتوا تدخلوا بطوله، قررتوا ان الانتاج هو اللي يثبت من الافضل، ما حصلش خالص كده؟ لا كتير. انا مره كنت بتحدى مين؟ كنت بتحدى طارق عندي والامير سعود وعمد التلاوي، كان عندي مربي شاري مني فرسه وجابت له مهره كويسه. وبعدين كنا نازلين في الانتاج في الهيئه الزراعيه اللي هو الصغيرين خالص الفيلي وكده، فخليت المربي ما شاء الله جاب المهره وكسبت الاول على المربين الكبار ما شاء الله. لا ما شاء الله. لا لازم الخيل، بص لازم احنا ذكر يعني الانتاج هو الفاصل في مصر، لازم تكون تنتج كويس. انا يعني بتزعل لما بتخسر؟ طبعا طبعا بزعل لما اخسر على مش على حق. تقريبا من 3 4 سنين شفتك في احد البطولات كنت متضايق. لا من اللي بيحصل في الفتره الاخيره ده اللي بيزعلني. ايه اللي بيحصل في يعني انت بتتعب الأخيرة. طبعا انا بحب الخيل بتاع طبعا، ومين منا ما يحبش الخيل بتاعه. انا بحب فرساتي وخيلي بحبها قوي طبعا، ودول بعتبرهم زي ولادي. ولكن لما تيجي مثلا تشوف حاجه قدام عينك وبتتحرق، يعني يجي مربي لسه بادئ وكده والحاجه مش كويسه، ويكون مثلا عامل دعم ولا 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 او مزوق من جهه او حكم مش فاهم كويس، وبيديك الدرجات بتاعتك اللي هي مش بتاعتك اصلا، وانت اعداد الحاجه. لكن لما الحاجه بتاعتي ما بتاديش كويس ما زعلتش ابدا. يعني زعلت طبعا مره على جميل الريان وكانت مشكله وتسبب ورميت الكراسي في الـ في الـ في الـ في الـ في المدر، وبسبب انا رحت عملت عمليه. يعني لازم تزعل. اذا انا ما كنتش مربي كويس ما زعلتش. لو انا مش مربي ما زعلتش على خيلي، انت واخد بالك؟ لو انا زي اللي بيشتري، الفلوس ما بتعملش الخيل، اللي بيعمل المربي انك انت لازم تربي حاجه كويسه. لا انا عندي اقتراح كويس، نفسي ان مصر تبقى فيه لايسن للطلاي، يعني بدل قبل ما تطلق الحصان ده لازم الحصان ده ياخد اجازه ان هو يكون طلوع. دي ميزه، مش اي واحد بيعمل انتاج. انا عندي بفصل بين الحصان الكويس والحصان اللي ملوش، والحصان الكويس، الحصان الكويس بستخدمه والحصان اللي مش كويس ببعده من البريد عندي. والاكل عندي لازم يكون اكل طبيعي، يعني انا بوكل ما شاء الله دريس وبرسيم ولازم في الاكل بتاعي يكون في حبه بركه، بجيب شويه حبه بركه طبعا مش غاليه وخميره بيره. المربي الكويس لازم يكون عارف حصانه بياكل ايه وبتعده ازاي وانت هتعمل عليه، ولازم يكون الحصان انا بجرب الحصان يا سعيد قبل ما يروح المهرجان مره واثنين وثلاثه، يعني بديله هنا كانه رايح مهرجان، بعيشه في نفس السيستم اللي هو يروح يشتغل هناك ازاي، تقريبا شبه ان انا بعمل له مسابقه عندي. حضرتك لما بتيجي تشارك في مهرجان او بطوله بتختار مهر مهره فرس فرسه او مجموعه خيول، وبيبدا مجموعه المربين اصدقائك لما بيجوا تقول لهم ايه رايكم انا هدخل ده البطوله الفلانيه انا هعمل كذا، ايه المهر او المهره او الطلوقه او الفرسه اللي حضرتك قلت هنزل بيها بطوله، والناس قالوا لحضرتك لا دي ما تنفعش تنزل بطوله، ثم بعد كده حضرتك اصريت ونزلتها وكسبت؟ كتير. انا كان عندي حصان اسمه تاريس رشيد، وكان نازل ضد خيل كتير في مهرجان، كان على ما اتذكر في سقاره 2009، وكان في خيل كتير ما شاء الله، وهو خد فضه، وكان المدرب حتى قال لي ما ناخدوش وبتاع، ابتديت نعد فيه قبلها بشهرين ثلاثه وما شاء الله كسب. وكان في تحدي مع جميل صقر، انا خدته من عمر، يعني عمر مربي كبير والواحد طبعا مش قد، وخدته منه كان صغير، وبعدين دخلته بطوله
في الير في الـ في الـ في الثلاث سنين وما شاء الله كسب البطوله، وبعدين دخل الطلايق كسب الطلايق كلها بما فيهم كل الطلايق اللي كانت موجوده على الساعه. كان في طلايق زمان يمكن اميز من دلوقتي، وكسب 7-8 بطولات ولف العالم ما شاء الله. وكان في تحدي بيني وبين الحصان وما زال احسن انتاج منه ما شاء الله. ما شاء الله. حضرتك متابع البطولات في الفتره الاخيره، بنلاقي في مصر عندنا الدرجات 89 92 92 ونص، الكويت بقت 96 ونص. هل في تطور في انتاج لا لا هم مش عاملين تطور مصر. هي دي ليها قصه لازم الواحد ان فلان هيكسب المهرجان ده وفلان كده. موضوع لا الموضوع تاني خالص، ده ما بيبقاش خالص، ده بيزعل الناس. مفروض اعلانهم من قبل البطوله. مفروض البريدين ده انت بتشوف فيه خيلك اللي انت تعبان فيها ومربيها كويس عشان تشوفها قدامك، لكن لما تيجي توديها وتشوفها تتحرق قدامك ما ينفعش. طب حضرتك ما اتكلمتش مع القائمين مع المنظمه والبطوله وقلت لهم ده ما ينفعش وما ينفعش ان تعلنوا اسماء الفائزين من قبل البطوله؟ خلاص انا تبت بقى، ما بقدرش استحمل الوقت. يعني الموضوع ده بصراحه بيزعل الناس مننا، انا من عادي صراحه، فما بقدرش اشوف حاجه مش عاجباني وما اتكلمش. يعني لو قالوا لي يعني اخر مره عاوزين يوقفوني سنه عشان انا بتكلم بقول انا ما كانش ليا خيل، بس حبيت اكلم الناس اللي موجوده في المدرجات، والناس سمعت بقول للناس ان في ان الدرجات دي ما تاخدوش بيها. يعني الناس بتجري ورا، زي ما انا بحكي لك الحكايه دلوقتي، الناس بتيجي ورا الدرجه. لازم المربي اللي عاوز يربي خيل احنا عشان نحافظ على الخيل بتاعتنا المصري الحلوه لازم نربيها كويس، ولازم المربي يتعلم الاول ازاي يربي، ولازم يكون عنده مكان. انا مش مع اي مربي وبقولها علني اهو انه ياخد خيل ويروح يحطها في اي حته. الخيل دي لازم بتتعامل معامله خاصه وتحبها واولادك يحبوها. انا ما شاء الله سعيد، ولادي واولاد ولادي يعشقوا الخيل والمصحف الشريف ما شاء الله. يعني انا عندي محمد ما شاء الله، انا طبعا هقول لك على حاجه طبعا يمكن ما حدش يعرف، بنتي عندها فرصه والفرصه بتاعتها عندها انتاج وهي بتشرف عليها، وابني عنده خيل وابن بنتي الصغير عنده خيل. يعني كل واحد في العيله زرعت فيهم ازاي يتعلم وازاي يربي فرسه وازاي يربي. احنا الفروسيه دي اسم، معنى كلمه فارس ليها معنى كبير قوي، لازم انت تكون على قد مسؤوليه الحصان اللي انت بتتعامل معاه. عم الحاج محسن وقتنا معاك جري بسرعه، انت الحلقه معاك كانت جميله ورائعه. نورت سيادتك، عاوزنا اطلع محسن اطلع اللي مداري كله. نشكر سيادتك عم الحاج محسن، نورت. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، حلقتنا النهارده كانت ازاي ان المربي يعرف عيوب خيله قبل ما الاخرين يقولوا له عيب خيلك ايه، ازاي ان من فرسه واحده يكون عيب. حلقتنا النهاردة كانت حلقة الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمربين. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، نشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامجكم حكايات عن الحصان العربي المصري. هذا البرنامج برعاية حسنين خاصة.